أكتا تيبي تعتبر أكتا تيبي أعلى منطقة في مدينة طرابزون، أو يعتبر في قمة طرابزون. المكان اللي أنا موجود فيه مطعم وكافيه معروف اسمه أكتا تيبي ريستورانت. العرض اللي بنصور اليوم عرض جميل جدا بالقرب من هذا المكان. أرض مساحتها 1600 متر مربع، داخل فيها بيت 535 متر مربع. منطقة جميلة وطلالتها رائعة جدا. الأرض زي ما قلت لكم مساحتها ذكرتها قبل شوية، ومنطقتها تعتبر في منطقة أكتا تيبي قريبة من الخدمات، يعني يعتبر المطعم هذا أقرب شيء للموقع، يعني تقريبا دقيقتين وإحنا في هذا المطعم. المسافة بين المدينة اللي هو أكشابات وهذا المكان أقدر أقول تقريبا 7 دقائق، يعني جدا قريب. في الساحل في أكشابات كل الخدمات موجودة، المطاعم، المشفى، بالإضافة إلى السوبر ماركتات، وكل الخدمات نحصلها أو نجدها في منطقة أكشابات على مدخل القرية هذه. تعالوا مع بعض نشوف تفاصيل أكثر على أرض الواقع، نشوف إطلالة الأرض ومساحتها، وتشوفوا أحلى استمتاع بالمناظر الخلابة. خلوكم معنا. وصلنا يا جماعة الخير موقع الأرض. الأرض زي ما انتم شايفين إطلالتها الرائعة جدا زي ما شفتوها في بداية الفيديو. مساحة الأرض 1600 متر مربع، بالإضافة إلى مساحة البناء 535، يعني جاية على الشارع الرئيسي اللي يوصلنا على منطقة المطعم اللي كنا فيها في بداية الفيديو، بالإضافة إلى الكافيه. تعالوا نشوف تفاصيل أكثر. زي ما انتم شايفين يعني مجهزة بالإجمال، يعني منطقة خاصة لدخول السيارة، ومكان يكفي لتقريبا 3 سيارات جراج. ما ننسى أيضا أنه الأرض موجود فيها بيت، البيت هذا نقدر نبني فوقها دور ودور ونص، يعني رخصة البناء المسموح لنا 2.5 دور. مساحة الشقة البيت، دحين ندخل مع بعض نشوف المساحة الداخلية للبيت، تقريبا 150 متر مربع، 3 غرف وصالة. المساحة اللي مبنية فيها المنطقة هذه ككل 535 متر مربع. في عندنا بيت صغير خشبي، إطلالته برضو إطلالة الطبيعة، وعندنا بلكونة كبيرة جميلة جدا إطلالتها على المنظر الخلاب الرائع. تعالوا مع بعض نشوف داخلية البيت. البيت 3 غرف وصالة، مدخل البيت من هنا، يسارنا الصالة ويمينا عندنا غرفة رقم 1. الغرفة هذه حاطين فيه سريرين، ومساحة الغرفة جيدة ممتازة. وعندنا الصالة هنا، لو تلاحظوا المطبخ نظام أمريكي مفتوح على جهة الصالة، حاطين سفرة، طاقم سفرة، بالإضافة إلى دواليب المطبخ الأجهزة راكبة فيها. وعندنا الصوبة هذه، فصل الشتاء نقدر نستخدم الصوبة هذه بطريقة جميلة. ومخرج للبلكونة اللي شرحته قبل شوية، إطلالتها الرائعة جدا
على الطبيعة. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة البلكونة الرائعة. شوفوا مساحة البلكونة، جاي على طول الشقة أو على طول البيت، مساحة جيدة وإطلالتها الرائعة على الطبيعة وعلى مساحة الأرض اللي تابعة لنا. صحيح أنه البيت نقدر نقول أنه ديكور شعبي، بس نقدر نرتبه بديكور أفضل من كذا. نستغل مساحة الأرض، نبني جدار استنادي ونكمل بطريقة أفضل وأكبر. تعالوا نكمل تفاصيل باقي البيت. رجعنا للصالة، نكمل تفاصيل باقي البيت. أول ما دخلنا شرحنا الغرفة الأولى مقابلها الصالة، بعدين عندنا هنا منطقة نقدر نقول إنها كمخزن أو غرفة الغسيل، هم حاطين المؤونة هنا. بجوارها عندنا دورة المياه اللي يستخدموها أهل البيت، مساحة جيدة. عندنا هنا غرفة رقم 2، هنا أيضا حاطين سريرين بالإضافة إلى الكنبة. وأخيرا نجي هنا على غرفة النوم الرئيسية، يعني نقدر نقول مساحة شقة، ثلاث غرف صالة بمساحة 150 متر مربع، حاطين غرفة النوم الرئيسية في هذا الجهة. كذا أعطيتكم تفاصيل كاملة عن البيت هذا، أرجو نكون نال على إعجابكم. في نهاية الفيديو أرجو يكون الفيديو عجبكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار تجدونها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.